صباح الخير بنات، اهلا وسهلا فيكم بنات في فلوج جديد. ببدا الصباح اسوي سموذي لعيالي، مره مغذي. اول شيء احط موز مفرزل، بعدين عندي هنا برضو فراوله مفرزلتها، بحط عسل بنات ما يقارب تقريبا ملعقتين او ملعقه حسب ما تحبون، بعدين بحط نص كوب تقريبا شوفان، شوف بنات كيف لونه يجنن. So سموذي هذا الصباح اشربه، يلا شوف يعجبك ولا لا. حلو. الفترة هذه بنات بحاول اني اجرب اسوي سموذيز، ببدأ اول شيء بفواكه، بعدين شوي شوي بحاول اني ادخل معاها خضار اسوي سموذي يكون فيها شوية عجبك رعودي؟ يكون فيها كمان بعد شوية خضار، يعني أبغاهم يستفيدون صراحة لأني أنا مرة قاعدة أعاني معاهم في الأكل، فعجبتني الفكرة صراحة. أنا كنت أسويها بس كانت محدودة يا سموذي موز يا سموذي فراولة، فهذه مرة بجرب أني أدخل فيها أشياء مفيدة. أهلين بنات، بقول لكم بس شيء بسيط عن سنابي. مرة أحب السناب وأحب لما تجوني هناك، وسناب أكتب فيه ريفيو سريعة زي كذا. طبعا أنا هنا حكيت لكم في السناب عن اللي هو لما نحط الماسكات على شعر جاف وبعدين نستخدم الشامبو، طريقة استخدام الشامبو، فمرة مرة أحب السناب. إذا حابين سنابي موجود على الشاشة، وكمان الرابط السريع موجود تلقونه في الديسكريبشن بوكس. مرة صراحة تسعدوني لو جيتوني راجعة من السوق، اشتريت لي أغراض صراحة ما استمتعت بالسوق لأني مرة انكتمت مع الماس شايفين مع الحجر. بوريكم الأشياء اللي جبتها. أول حاجة شوفوا شوفوا كيوتنس هذا، شريت هذه القطعة اللارا صيفية بامتياز، معني طلبت لها أنا شحلة أونلاين بس ما قدرت بنات، حرفيا ما قدرت. حصور لكم إياها وححطها في الانستغرام وحط لكم إياها وهي لابستها. بعدين جاية من هنا ربطات صيفي فريش مرة مرة حلو، هيوريكم إياها شايفين إيهاب. بعد واحدة من الأشياء اللي شريتها أرواج مكياجي، هذه الأرواج فكيتهم كلهم لأني صورت لكم إياها في الإنستغرام، على فكرة حسابي في الإنستغرام موجود روحوا شوفوه. فمرة حبيت هذه الألوان كلها، أصلا أرواج مكياجي أنا مرة مرة أحبها لأنها سعرها مرة مناسب والألوان ثابتة، فصورت لكم هذه إنستغرام. عبال ما ينزل هالفيديو أنا متأكدة أني أكون نزلت في الإنستغرام، هحط لكم الرابط تحت. واحدة من الأشياء اللي أنا مرة متحمس عليها هو هذا كلينيك، شريت لي هذا الكريم عبارة عن مرطب جل، لأن أنا بشرتي طلطة مرات تصير ناشفة مرات تصير دهنية، وأخذت معاه الأنبوبة هذه الزرقاء اللي هي حقت المسام. لسه بخلص عندي هنا روتين عناية لسه ما خلصته، فإذا خلصته يمكن أبدأ بهذا، مع أني أنا عندي already شفتوا هذا الدرج اللي تحت، هذا كله كريمات لسه ما استخدمتها، أنا أحب أجمعهم صراحة، يمكن أجربه بعد الروتين هذا الكريم اللي أخلصه على طول. واحدة من الأشياء اللي بعد شريتها شوفوا من مكياجي، شريت هذا البوكس بوكس كامل أوريكم إياه، هدية لأختي الحين هي في المتوسط ومرة سايرة متحمسة للميك اب، فشريت لها هذا البوكس. هذا البوك من مكياجي، في هنا فرش، بعدين هنا مناكير ونبرد ومقص، هنا كل الأرواج الليب جلوسز الليب لاينرز، هنا البلاشرز الكونتورز الهايلايتر، ومعها فرشتين. حس هذه مرة حلوة هدية للصغار. وهنا بما انها تتعلم فانا جبت لها شنطة كاملة، في هنا اي شادو باليت واي لاينر وقلم كحل، هنا بيجمنت رموش اشياء الحواجب هذه كلها، وهنا الكوركترز والسبونج، فمرة حسيت كامل وشامل وحتنبسط عليه. لزيارة المحل سمير اخذت منه طبعا، هذه كمان بصور لكم اياها بس الحين بوريكم اياها.
احلى جزء احلى احلى شيء في الشوبينج هو انك انت تورين الناس ايش اشتريتي. لو كان شمعه بس رحتي جبتي شمعه وانا اقدس الشموع. مي مكويه سوري بنات اللي هو هذا almost كانه كروب توب قصير وسيع، اخذت مقاس ميديوم اكبر من مقاسي واخذت هذه التنوره. طب اخليكم انستغرام اكيد حصور لكم اياها بصوره واضحه اكثر، ححط معها تنسيق. عجبني انها تل بعدين تحتها هنا دانتيل، مرة حلو إليجنت مكسرة وسيعة. حاليا حايثة في القهوة، جالسة أتعلم على ماكينة القهوة الجديدة فبروح أتعلم عليها. بنات شوفوا إيش وصلني هدية، الحفل تخرجي من زوجي. ماكينة القهوة هذه من بريفيل، أنا من زمان من زمان أبغاها، جاب لي إياها. الآلة هذه مرة ممتازة للناس اللي يحبون يسوون كابتشينو أو لاتيه، أنا هذا الشيء اللي أنا أبغاه. مرة 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 مبسوطة عليها. بوريكم الآلة، أمس فتحتها أنا وتدربت عليها شوي، بوريكم إيش الأشياء اللي جت معاها. أول ما أخذت الآلة كان كل شيء مفصل. شوفوا هنا، هنا تحطون فيها القهوة تنفك طبعا، تحطون هنا جواتها البن، موجود بن كان معبى بس من كثر ما نجرب القهوة كل مرة تفشل خلصت القهوة بروح أجيب بن زيادة. جاية معاها هذا الفلتر وهذا عشان تضغطون القهوة، هذه عشان تبخرون الحليب. جاي معاها كلينينج كيت، في اشياء جوا كثير منها اقراص عشان تنظفون، فرشة والمفك حقها، وفي اشياء ثانية اتوقع هذه تحتاجونها بعد شهرين. في هذه حقت بودرة اللي تفك التكلسات اللي موجودة، اتوقع كمان هذه تلقونها موجودة في السوق خصوصا في اغلب محلات القهوة المختصة. جاي معاها هذه الفلاتر، في سينجل وول ودبل ودول وول. السينجل وول على حسب ما فهمت اذا انت بتطحنينها، اما دول وول اذا كانت القهوه نفسها. شوف حتى شكلها من جوه مختلف، اذا كانت القهوه نفسها مطحونه. وكل واحده من السينجل وول والدول وول في منها سينجل ودبل، فانا اخترت الدبل وركبتها هنا. اوكي تنفك، انا اخترت الدبل وحركبها هنا كذا. اوكي والحين ببدأ أسوي القهوة. طبعا واحدة من أهم الأشياء وحوريكم إياها اللي هي هذه اللي عشان تخلي القهوة متساوية. أنا ماني مرة يعني فنانة في القهوة أو إكسبرت، بس قاعدة أحاول أتعلم، ويمكن أخذ ودي أخذ دورة صراحة. مو بس عشان هذا الجهاز، أنا من زمان قبل ما أشتري هذا الجهاز قبل ما يكون عندي كان ودي أني أخذ دورة باريستا من كثر ما أحب القهوة. طبعا بنات اول ما نشغلها نستنى كل الانوار تشغل، بستخدم هذا اذا اشتغلت كلها. امس من كثر ما جربت حسيت انه انا اعرف قديش بالضبط احتاج قهوه. ماني فنانه ترى، ما راح اسوي لكم، لا تتوقعون يعني بيجيكم كوب قهوه مرة فنان، بس أوريكم إنه أنا أول مرة أسويه وكيف على طول أتقنته، مو أتقنته يعني أسوي لي كوب قهوة في يوم وليلة. الحين بعد ما أخذت البن من هنا طحنته، جيب الكوب نفسه اللي هو ده. شفتوا كيف الضغط كان عندي مرة سيء؟ هذا نفس اللي أمس تعبنا عليه وضيع ضاع القهوة، إن كل شوي الضغط يصير مرة سيء وطعم القهوة يصير. شوفوا حظي نحيس، خلصت القهوة، ما عندي قهوة ثانية، ما عندي، بروح أجيب قهوة. تعالي هنا عند ماما لا تلعبين بشيء. أوكي أوكي so, بنات جبت قهوة من عبق، أحب قهوتهم. هذا اللي طلع معي، شايفين كيف؟
مرة الوضع صعب يا جماعة، الوضع أصعب مما تخيل. شوفوا أوكي الطعم كويس، بس أبغى أسوي حتى أنا أشك إنه أصلا صح علي، بس قاعدة أحاول أتعلم.